بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. علشان نعمل دي اكتيفيتنج للسلايدر أو نوقف عمله يا شباب، أحيانا القصة بتاعت إيقاف عمل السلايدر دي بتبقى مربوطة بحاجات تانية، يعني فاهمني؟ طيب خلينا نتكلم عن إيقاف عمله. أنا محتاج إني أكتب الكيورد ديسيبلد بعد الكلاس سلايدر، يبقى سلايدر ديسيبلد. لو انا عملت كنترول اس كده هيبتدي يوقف لي عمله، مش هيخليه متاكتف معايا، وكل ما بعمل هوفر عليه يجيب لي. طب هو ليه السيناريو ده بيحصل احيانا؟ يعني احيانا اليوزر بينشط حاجه، لو نشطها انت بتقول له اختار، طيب لو مش منشطها بيبقى السلايدر ديسيبلد. يعني هي مربوطه بجمل شرطيه ممكن تعملها بجافا سكريبت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.